في وقت معين من الاستحقاق النفسي هتحس ايه اكبر عقاب تعمليه في غيرك؟ انك تحرميه منك. لما تبقي واثقه من نفسك ومن قدراتك ومن اللي انت بتقدميه لغيرك في اي علاقه هو طرف معاكي فيها، هتلاقي ان اكبر عقاب ممكن اعمله فيه ان احرمه مني، ان صدق مشاعري ما ياخدوش، نظافه قلبي ما يعيشهاش، اخلاصي معاه ما يلاقيهوش، ان خوفي عليه يتبدل، ان اهتمامي بيه يتحول، ان تقديري ليه يقل، ان وجودي جنبه يزول. لما استحقاقك يزيد هتلاقي انك كتيرة على اي حد بيقل منك. فايه المانع؟ انت غلطان، اتفضل مع السلامة، انا غلطان. ده سيدنا الامام احمد بن حنبل، وهو احمد بن حنبل كان بيقولك ما جادلت احدا الا وتمنيت ان يجري الله الحق على لسانه. ليه؟ رايح نفسي.